مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا طنط. طنط معاك حق والله. بابا موجود؟ طب ممكن تناديهولي؟ بابا بابا كل بابا طيب سلطان. مساء الخير يا انكل. عمر موجود؟ انا عمر يا سلطان. ايه ده؟ يخرب بيتك يا عمر، ايه اللي عمل فيك كده؟ الجواز. انت ايه اللي عمل فيك كده؟ الجواز برضه يا عمر. اقعد اقعد. تشرب ايه؟ لا ربنا يخليك. طب تاكل ايه طيب؟ جعان؟ لا يا حبيبي ربنا يخليك والله. اخلي الجزمه اللي جوه دي تطبخ لك؟ ده انا مشقيها. ليه يا عم المعامله دي؟ ليه كده؟ هم ما يتعاملوش غير كده يا سلطان. والله عندك حق يا عمر. تعالى يلا يا سيد، يلا سلم على عمك سلطان. اسمي محمد. والله؟ ايه ده؟ هو انت مش عارف اسم ابنك ولا هو اللي مش عارف اسمه؟ انت عارف انا عندي كام عيل يا سلطان؟ كام؟ اقسم بالله ما اعرف. يا لهوي. والله دي بتخلف لي عيل كل شهرين يا سلطان. ده انا بفكر اجيب لها بطاريه ارانب. ده انا بفكر ابيع من خلفه يا اخي. يا ساتر يا رب. انت ايه المنظر اللي انت فيه ده؟ ايه البوت الغريب ده؟ يعني البوت هو اللي غريب وقميص النوم عادي يا عمر؟ انت هتجنني. بقول لك ايه، انا جاي لك موضوع مهم قوي. امرني يا حبيبي. داليا بعيد عنك بقى عندها مرض اسمه بيض السمكه. ايه ده؟ هي داليا بتبيض برضو؟ برضو؟ هي مراتك كمان بتبيض؟ ايه ده يا حيواني انا بقرع؟ شفت؟ لا 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 انا مش قصدي كده. ده مرض يعني بعيد عنك بتصحى كل يوم مش فاكراني. طب ما حلو ده، يا ريت اللي جوه دي تصحى كل يوم مش فاكراني. يا اخي اسمعني لحد الاخر. هي صحيت النهارده معلقه على الحيطه دعوه فرحك انت وياسمين. انا بقى هموت واعرف ايه علاقه داليا بفرحك انت وياسمين. ايوه يا ابني، ما داليا كانت الويدنج بلانر بتاعت فرح انا وياسمين. الله يسامحها بقى، داليا كان يوم اسود. ايه ده؟ امتى الكلام ده؟ تقريبا يعني قبل ما تعرفك اصلا. انا كده فهمت. هو انا مش بنادي عليك يا اللي تتشك في لبانيبك؟ عايزه ايه يا وليه؟ عايزه ايه يا وليه؟ ثانيه واحده ثانيه واحده، هي دي ياسمين؟ مس ايجيبت. شفت بقت ايجيبت اهي كلها على بعضها. سايب كده الواد ابنك عمال بيشرب ميه الكابينيه معفن. ما تسيبيه يشرب يا ياسمين، اهم حاجه ما ياكلش. ياللي ياكلك قطر ياللي. وايه ده؟ ايه القرف؟ مين دي ولا مين ده اللي قاعد معاك ده؟ مين دي؟ لا هو مين ده؟ قميص النوم ده بس ظروف يعني، حتى في شعر في رجلي اهو. ما عندها منه عادي على فكره. هو انا مش قلت لك اصحابك المعفنين دول على القهوه بس؟ هو الكلام ده انا مش قايلاه؟ غلطت. طب انا همشي. لا خليك قاعد. لا لا خليك قاعد يا سلطان. خليك قاعد يا سلطان، انا عايز اشوف اخوك هيعمل ايه دلوقتي. هتعمل ايه يا حبيبي؟ وريني هتعمل ايه؟ انت بني ادمه مش محترمه ومش متربيه على فكره. انا مش محترمه ومش متربيه يا زباله يا الماما يا تربيت الشوارع؟ انا مش عايز اهينك اكتر من كده يا ياسمين. لا يا واد هني هني، انا عايزه اتهان. انت ما هنتهاش اصلا على فكره. والله خد دي. انت بني ادمه مش كويسه. ايه رايك؟ ولا حاجه خالص. يا زباله يا الماما يا تربيه الشوارع. انا بني ادمه. لا 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 بس 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 خلاص. اوعى اوعى يا سلطان، اوعى يا سلطان مش كده. لا لا ما يصحش تمد ايدك. انت كمان تمد. ايوه اديها يا سلطان، اديها في بطنها، اديها في بطنها حامل على فكره، اديها في الجنين ما ترحمهاش، اديها في الجنين ما ترحمهاش يا سلطان. اجري يا سلطان، اجري اجري يا سلطان، 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 بطني ايه يا سلطان.